عايز اقول ان اكبر تسويق لمشروعات الدوله المصريه هو ما يحدث في ارض الواقع. الناس شايفه بعينيها، يعني شايفه بعينيها في كل مكان مشروعات، وده التسويق العظيم. الاعلام بيلعب دور مهم جدا، بس التسويق تسويق مشروعات حقيقيه. زمان كنا بنقول كلام جرايد والناس ما كانتش مصدقه، دلوقتي الناس تجاوزت هذا المفهوم. الامر الثاني ان قوه الدوله بتنعكس على نظره الناس ليها في الدول الاخرى. الصوره كويسه والناس شايفاها، لكن زي ما قلت لسيادتك، طيب مصر الى اين؟ ده اللي محتاجين نبذل فيه جهد. الخريطه تبقى واضحه قدام الناس في الخمس ست سنين الجايه في الزراعه وفي الصناعه أنا وكل من الجيل المجالات. اللي شاف الإصدارات اللي كانت بتطلعها هيئة الإرشاد القومي من في الخمسينات والستينات. أنا شفت ده، أنا شفت ده، كان في جهد منظم جدا جدا الدولة بتعمله، بتطلع كتيبات بكل ما إنجازاتها أو تخطيطها اللي كانت عاملاها. أنا عايز أقول إيه؟ طب هل إحنا عاملين ده؟ أنا بقول لك، سواء على مواقع مجلس الوزراء او مواقع الوزارات او مواقع الموقع الرئاسي، مش كده يا محسن؟ هتجد كل ما نتكلم فيه موجود. قطاع تعليم تلاقيه بدقه، تكلفته، خططه، المنشات، الحاجات اللي تم انجازها، حتى الافلام لبعض الحاجات اللي احنا افتتحناها. الموقع الرئاسي، موقع مجلس الوزراء، الموقع بتاع الوزارات، لو دخلت على موقع وزاره النقل هتجد كل مشاريع وزاره النقل بأفلامها اللي اتفتح واللي شغالين فيه. ده توفيق. لكن عايز أقول بيانات الدولة متاحة. متاحة ليه؟ لأنها يعني ده التطور ده، إن إحنا يبقى عندنا موقع بيقول إحنا عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ بكل صغيرة وكبيرة. ده اللي أنا بتكلم عليه، اللي خلص، اللي افتتح، مش اللي إحنا فقط بنخطط فيه أو خططناه بننفذه دلوقتي. طب احنا رايحين على فين؟ لما بدات الكلمه في الاول قلت لكم يا جماعه شوفوا صوره متكامله وعرضوها. يقول لك طب بالنسبه لقطاع التعليم في كذا، وكان عندنا كذا، وفتحنا كذا، وهنفتتح كذا. انا بتكلم في عشرات الجامعات سبتمبر ده، عشرات، مش جامعه ولا اثنين ولا ثلاثه، ومعموله كلها بمعايير محترمه. عشان توفر ايه؟ عشان اقدر اقول ان 700 800 الف اللي بيخشوا في التعليم كل سنه حسن لهم المستوى بتاعهم. ممكن حد من اللي قاعدين يقول لي يعني 700 800 الف دول مش ممكن كلهم يبقى مستوى التعليم بتاعهم متميز جدا؟ اقول لك لا، في دوله سوبر مان، في دوله تقدر تعمل ده، ودوله تانيه تعمل اكتر من كده، ودوله ما تقدرش. وانا في الترشح قلت لكم التحديات اللي في البلد ضخمه جدا جدا، لكن مع بعضنا نعملها بدليل اللي احنا موجودين فيه ده. هو في حد يعمل ده؟ ما اللي عملوه مين؟ ده شركات مصريه باموال مصريه، احنا لسه ما طرحناش حاجه لحد، يعني ما قلناش ايه؟ ان دي شركه يعني مستثمره جايه تعمل مشروع في مصر اسمه القطار السريع. فتقول بنفتتح حاجه، لا، ده احنا عملناه وبنعرضه دلوقتي. بنقول ايه؟ ده اللي عايزين تخشوا في استثمار اهو، المشروع ده جاهز زي ما انتم شايفين، خطته اهي، شكله اهو، دخله اهو، وانتم اذا كنتوا عايزين تخشوا تستثمروا فيه احنا مستعدين. نرجع تاني عشان نطمنكم احنا فين؟ لا والله، وعشان كده انا قلت كلمه، بس انتوا ما تحطوش كلام جنب بعضه ابدا. انا من كام شهر كده قلت ايه؟ اخشى، مش قلت كده؟ قلت اخشى ان الناس ما تحسش بنعمة ربنا وتجحد فضله عليها في انه حافظ عليها وغير لها حياتها. مش بيا، ده ربنا، ولازم دايما في كل وقت وفي كل اوان انا بس اللي اقدر اعرف ربنا ساعدنا، ساعدنا قد ايه. طب انتوا ما تعرفوش ليه؟ مش عشان حاجه، قالك مني اللي شايف القضيه وعارف تحدياتها وعارف الامكانيات المتاحه قد ايه، فببص كده والاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ايده معانا. امال ايه؟ وبكره تشوفوا.